بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نودع على رجاء القيامه نفس ابينا الحبيب والغالي مثلث الرحمات نيافه الانبا هدرا، طالبين ومصلين ان الله ينيح نفسه الطاهره في فردوس النعيم في حضن ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، واثقين ان الله استقبله بهذا الصوت المبهج: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. الحديث عن أبينا الحبيب والغالي مثلث الرحمات الأنبا هدرا حديث يطول، ولكني أتكلم بعض الكلمات من القلب وليس كلمة معدة. كنا نصلي جميعا أن الله ينعم له بالشفاء، ولكن الله أراد له أفضل، أراد أن يريحه من أتعاب هذا العالم ليكون معه، واختار له أن ينتقل. ونحن نحتفل بعيد الصليب أن نصلي صلوات الجناز بالطقس الفريحي، فاحنا نودعه بالفرح وان كنا نتالم لفراقه، ولكن حزننا عليه هو حزن برجاء، لان الحزن الذي بلا رجاء ينشئ موت، ولكن الحزن الذي برجاء فينشئ حياه. وانا اتكلم في ثلاثه نقاط قصيره. مثلث رحمات الأنبا هدرا هو هبة من السماء، وديعة أعطاها الله لنا، ونشكر الله اللي وهبنا أن نحيا في وقته ونتمتع بهذه الوديعة. وتعبير الوديعة هو تعبير كنسي نستخدمه في صلواتنا، وقد استخدمه القديس غوغوريوس اللاهوتي في توديعه لأحد الأحباء أخيه المحبوب، وقال عنه أنه وديعة ودعها الله لنا ثم استرد الله الوديعة. فنشكر الله أن وهبنا هذه الوديعة. لقد وهبني الله أن أتمتع بأبوة نيافة الأنبا هدرا منذ أرسله الله كهبة من السماء ليرعى هذه الإبرشية المباركة، وأنا تباركت أن أنشأ في أسوان، وزادت البركة حينما تتلمست على يد نيافة الأنبا هدرا. فهو أبي الذي اهتم بي ورعاني في كل مراحل حياتي منذ سنة 75، في توجيهي لدخول الدير واختيار أب اعترافي، في زياراته لي وأنا في الدير الأنبا بشوي، في رعايته لي وأنا حينما سافرت للخدمة، حينما رسمت أسقفا سنة 85 لأسقفية الخدمات، كنت دائما أجد منه الرعاية والتوجيه والتشجيع. وزاد الأمر حينما اخترت لإبرشية لوس أنجلوس وسافرت معه للتجليس، وكم كانت رحلة تمتعت فيها بنصائحه التي ساعدتني كثيرا في إدارة هذه الإبرشية. هو الصدر الحنين الذي كنت نأتي لكي أطرح متاعبي ومشاكلي أمامه فأسمع كلمة تشجيع. كانت كلماته قليلة ولكن كلمات مؤثرة، وأنا أثق أن كل واحد تعامل مع نيافة الأنبا هدرا له قصة خاصة تمتع بهذه الوديعة المباركة. لذلك نشكر الله على هذه النعمة. النقطة الثانية أن نيافة الأنبا هدرا كان يمثل الإنسان
المتضع القوي. مفهوم الاتضاع هو مفهوم يرتبط بالقوة وليس بالضعف، فكما عبر عنه القديس بولس الرسول في قوله أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. حبيبنا الغالي واجه صعوبات كثيرة، تولى إبرشية أسسها ودعب فيها حتى نمت، وهذه الكاتدرائية التي نصلي فيها اليوم هي ثمرة عمل الله في حياته وثمرة إيمانه ودموعه وصلواته. وكل من عاش في أسوان ومنهم أنا في الستينات نعرف كيف كانت مشكلة كنيسة الملاك، وكيف كانت الصعوبات أن تحل هذه المشكلة، ولكن باتضاعه واعتماده على الله استطاع أن يحول هذه المشكلة إلى هذه الكنيسة. وكل مرة أأتي لأزورها رغم جمالها كمبنى، ولكن ما هو أعظم من المبنى هو قصة الإيمان وقصة التعب التي في هذه في قصة هذه الكاتدرائية. وهناك أمثلة كثيرة، ولكن نتذكر قول الكتاب أن كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. فالإنسان المتضع هو ليس إنسانا يخشى الصعوبات، ولكن إنسان يتقدم، ولكن يتقدم ليس اعتمادا على قوته الخاصة ولكن على معونة ربنا. وكنا نرى في حبيبنا الغالي أنبا هدرة هذا المثل، مثل الاعتماد الكامل على الله. لذلك ربنا أعطاه محبة عميقة في قلوب، شفناها في كل مرة كنت أأتي إلى أسوان، وطبعا مشاعركم الفياضة في محبتكم لسيدنا هذا ليس شيئا غريب، ليس غريب على الأنبا هدرة في محبته، فالذي يزرع محبة يحصد محبة، وليس غريبا على شعب أسوان، الشعب المحب، الشعب الوفي، الشعب المخلص. وأنا أعتز أن أكون أحد أبناء أسوان، وعشت فيها وتمتعت بمحبة شعبها. شعبها كله مسيحيين ومسلمين، وكان ربنا معطي لنيافة الأنبا هدرة نعمة خاصة في قلوب الكل، في قلوب المسؤولين اللي زي ما عبر سيادة المحافظ أنه كان مثال للمودة والود. وفعلا كان دايما علاقته بالمسؤولين علاقة محبة والاحترام المتبادل. لذلك عاشت أسوان في سلام رغم كل الصعوبات اللي واجهتها مصر في فترات مختلفة، لكن حكمة نيافة الأنبا هدرة ونعمة ربنا التي كانت تعمل لي كانت تجعله أن يجتاز هذه الصعوبات ويخرج منها بسلام. ربنا أعطاه أن يكون بركة للكنيسة كلها، ليس فقط على مستوى الإبرشية ولكن على مستوى الكنيسة. ونحن في المجمع المقدس حقا يسمى ملاك المجمع، وكان له دائما دوره الكبير في كل المواقف التي واجهتها الكنيسة خلال الفترات السابقة. النقطة الثالثة والأخيرة لكي لا أطيل، أن نيافة الأنبا هدرة نرى فيه دائما الإنسان الوديع الحازم. كان يجمع ما بين الوداعة، ولكن أيضا كان إنسانا حازما متمسكا، كان يتعامل بوداعة مع الكل،
ولكن عند الخطأ وعند الانحراف كان حازما. ذلك كان دايما يذكرني بقول القديس بولس الرسول في طلبه لتلميذه تيموثاوس مؤدبا بالوداعة. كنت دايما أتأمل إزاي الإنسان يؤدب بالوداعة، وكنت أرى في نيافة الأب هدرا هذا المثل. كان حريصا جدا على إيمان الكنيسة وعلى طقوسها، وكان صوتا قويا ضد أي انحراف يحدث. كان أيضا قويا في المحافظة على حقوق أبنائه رغم وداعته، وكان أيضا قويا في حياته الروحية وتمسكه بحياة الرهبنة التي اختارها أن يثير. نطلب نياحة لنفسه الطاهرة، ونثق أنه يصلي لأجلنا. فإن كان وهو على الأرض كان يتعب لأجل أبنائه، فكان بالأكثر والأكثر وهو يصلي لأجلنا. وأكبر شيء ممكن أن نقدمه كعلامة إخلاص ومحبة له أن نستمر في منهجه، وأن تنمو الخدمة أكثر وأكثر. ودايما نجاح الخادم الأمين يظهر في انتقاله، وأنا أثق أن هذه الإبرشية البذرة التي وضعها نيافة الأنبا هدرا سوف تنمو أكثر وأكثر، وربنا سوف يختار لكم الراعي الصالح الذي يحمل ويستمر في نفس الرسالة مسنودا بصلوات الأنبا هدرا لأجله. ونتمنى لنيافة الأنبا بخوم الذي اختاره الله أن يكون نائبا بابويا لهذه الإبرشية، أن يقود هذه الإبرشية في الفترة الانتقالية، وهو كفء لهذا بخير وسلام. وربنا يعزينا